وبمثل ما انزله وفسره النبي فليس يعبد الله. اقول ما سمعتم على صفوة الله لو لكم رسائل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والخاتم المكتفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، معاشر المسلمين، نتحدث في الخطب الماضية وفي هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وسنته، وأمم أخرى وأقوام نختلف معهم عقيدة يحتفلون أيضا بعيد ميلاد نبي من أنبياء الله جل جلاله عيسى بن مريم عليه السلام، مع أنه لا نقرهم على عيدهم. وقد خصصت خطبة للحديث عن أعياد القوم أهل الملل كلهم، الأعياد الدينية منها، خطبة منفصلة مستقلة قبل شهر تقريبا أثناء احتفال القوم بعيدا من أعيادهم. واليوم لقد لا أعيد الكلام مرة أخرى ولا في تفصيل الأحكام، ولكن أقول من جديد إن الاحتفال مع الأقوام الأخرى نختلف معهم عقيدة في أعياد دينية لهم حرام باتفاق. الأعياد الدينية، أي ما ليس له صلة بدينهم، لا يجوز الاحتفال معهم. كل الأعياد الدينية، مع أن الإيمان بعيسى جزء وركيزة في الإسلام، نؤمن بعيسى ونحب عيسى ونعلن ذلك وهو جزء من ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، أنا أولى بعيسى بن مريم في الدنيا والأخرى. وقال ذلك في حق موسى لما وجد اليهود يصومون عاشورا، فقال أنا أولى بموسى منكم، أي من اليهود. وقال الله عن إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ووصف الله دين إبراهيم بأنه الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فقال أولى بإبراهيم للذين اتبعوه. وأن نحن المسلمين لا يمكن لأحدنا أن يأمرنا بمحبة عيسى ولا الإيمان به، فتنتهي دعوتهم هنا. نحن في ديننا نؤمن بعيسى أنه نبي الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لا هو بإله ولا هو بابن إله، إنما هو عبد الله ورسوله، نؤمن بذلك. محبته جزء من ديننا، والإيمان بهم كلهم لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسل الله. لذلك لا يمكن لنصراني أن يدعو المسلم أن يقول له عليك أن تحب عيسى، يعني ما أن يدعو لك فقل أنا ديني فيه محبة عيسى، لكن مشكلته أنه لا يحب محمدا ويكفر بمحمد ويلعن محمد. إذن أنا ليس عندي مشكلة مع عيسى، عيسى مذكور في القرآن، مذكور هو وأمه، ولم يذكر نبي بنسبه في القرآن قط إلا عيسى، وذكر جده وذكر ابنة خالته وذكر زوجها، يعني كل رحم وقرابة عيسى موجودة عندي في كتابي في القرآن. وقال الله لا نفرق بين أحد من رسله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفاضل بين الأنبياء، مع أن النبي أفضل الأنبياء وخاتمهم وإمامهم، لكن نهانا النبي أن نقول محمد أفضل من عيسى، هذا منهي عنه. فقال في صحيح البخاري لا تفضل بين الأنبياء. قال ذلك لما واحد يهودي في المدينة أقسم بموسى، قال والذي بعث موسى بالحق، فلطمه مسلم فقال أتقول يا ذلك يا عدو الله والنبي بين ظهراننا، يعني لماذا تقسم بموسى، نحن مسلمون وهذا يهودي أقسم بنبيه برب نبيه والذي بعث موسى بالحق، فلطمه. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن واحدا من أصحابك لطمني، فناده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أضربته؟ قال إنه أقسم برب موسى. قال والذي بعث موسى بالحق. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تفضلوا بين الأنبياء، فقال لا تفضلوني
على يونس بن متى فقال: أنا أولى الناس بعيسى في الدنيا والأخرى. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حامل لواء الحمد يوم القيامة وكل الأنبياء والرسل تحت لوائه قال: ولا فخر. قال: ولا فخر. نعم، الله فضل بعض الأنبياء على بعض، فمنهم أولي العزم ومنهم غيرهم، لكن لا يحق للمسلم أن يذكر واحد، أن نقول أن النبي محمد خير الأنبياء، ذلك جائز. لماذا؟ لأنه لم نحدد الطرف الثاني. أن تقول النبي خير من عيسى هذا معناه أنه تنقصة من الثاني، يعني النبي أعلم وأفضل من عيسى. نعم صحيح، لكن لا يجوز القول ذلك. لما؟ لأن فيه معنى أن عيسى أقل منزلة، وهذا قال الله: لا نفرق بين أحد من رسله. الإيمان بهم على حد سواء، والمحبة بينهم جائزة. وإلا فذكرت لكم أن فيهم أولو العزم، فيهم أولو العزم، والله فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لكن مع ذلك المسلم لا يجوز له أن يذكر المفضول عليه، يعني أن يحدد المفضول عليه. وهذا ذكرت لكم حتى في الكفار وغير ذلك، أن نقول بأن الكفار في جهنم، لكن لا يجوز أن نحدد شخصا بعينه، تقول هذا والله كافر، هذا لا يؤمن بالنبي، هو في النار، هذا ليس من اختصاصك. أن نحكم على الكفار في النار نعم، لكن أن تقول هذا الرجل هو سيدخل النار، أنت لا تدري ما سيحدث له وما سيحدث له، أنت لا تدري ما عاقبته ولا عاقبتك. هذا ولكم مصف الختام، ترطيب أفواهكم بالصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك المولى الملك اللطيف الخبير. فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا. اللهم ارحم أموات المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم أموات المسلمين في كل مكان، اللهم امطر على قبورهم سحائب الرحمة والرضوان، يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.